الرحمن. متى تتوضأ في الحمام؟ أتوضأ في الحمام صباحا مبكرا. هل تتوضأ في الحمام صباحا مبكرا؟ نعم أتوضأ في الحمام صباحا مبكرا. صلاة subuh di mana kamu salat subuh؟ أين تصلي؟ أين تصلي الصبح؟ أصلي الصبح في المسجد. Kapan؟ متى تصلي الصبح في المسجد؟ أصلي الصبح في المسجد صباحا مبكرا. Apakah؟ هل تصلي الصبح في المسجد صباحا مبكرا؟ نعم أصلي الصبح في المسجد صباحا مبكرا. Bangun tidur. أين تستيقظ؟ أستيقظ في الحجرة. Kapan؟ متى متى تستيقظ في الحجرة؟ تستيقظ سايا أستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا. Apakah؟ هل تستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا؟ نعم أستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا. صلاة subuh di mana؟ أين تصلي الصبح؟ أصلي الصبح في المسجد. Kapan؟ متى تصلي الصبح في المسجد؟ أصلي الصبح في المسجد صباحا مبكرا. هل تصلي الصبح في المسجد صباحا مبكرا؟ نعم أصلي الصبح في المسجد صباحا مبكرا. Bangun tidur di mana kamu bangun tidur؟ أين أستيقظ؟ Kamu. Saya sendiri ditanya. أستيقظ. أستيقظ في المسجد. في الحجرة. Kapan؟ متى تستيقظ؟ في الحجرة. أستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا. Apakah؟ هل تستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا؟ نعم أستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا. Sekarang satu putaran lagi, satu pertanyaan aja, kata kerjanya enggak urut enggak apa-apa untuk melatih. Nah, silakan. Aina tadhhabu? Adhhabu ila al-hammam. Ya, terus sana. Aina yastaykidu? Astaykidu fil hammam lo. Astaykidu. أستيقظ في الحجرة. ترد. أين تصلي؟ أصلي الصبح في المسجد. ترد. أين تتوضأ؟ أتوضأ في الحمام. ترد. أين تذهب؟ أذهب إلى الحجرة. Ke kamar mandi. Adhab ila al-hammam. Nggih. Iki saka karepe bener tipe kok metune beda. Belum. Nggih, terus. Hal tatawaddau fil hammam? Na'am, atawaddau fil hammam. Hal tusalli subha fil masjid? Na'am, usalli subha fil masjid. متى تصلي الصبح في المسجد؟ أصلي الصبح في المسجد صباحا مبكرا. متى تذهب؟ متى تذهب؟ متى تستيقظ؟ أستيقظ صباحا مبكرا. متى تذهب إلى الحمام؟ أذهب إلى الحمام صباحا مبكرا. هل تستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا؟ نعم أستيقظ في الحجرة صباحا مبكرا. هل تذهب إلى الحمام؟ betul. هل تذهب إلى الحمام صباحا مبكرا؟ نعم أذهب إلى الحمام صباحا مبكرا. هل تتوضأ في الحجرة؟ biar jawabannya tidak. Iya, tidak. Oh, tidak. Sengaja. Alasannya. La, atawaddau fil hammam.
Hal tusalli fil bait? Usalli fil masjid. Mata tusalli subha fil masjid? Mata tusalli subha fil masjid. Hal tadhabu ila al-hammam? Subahan mubakiran. Naam. Adhabu ila al-hammami subahan mubakiran. Mata tatawaddau fil kamar mandi? Fil hammami أتوضأ في الحمام صباحا مبكرا.